بعد المخاوف حول قدرته على القيادة مجدداً وشكوك الجمهور بشأن صحته، خبيرة في لغة الجسد تسلط الضوء على تصرفات جو بايدن غير اللفظية خلال مقابلته التلفزيونية بعد مناظرته الرئاسية الأخيرة، واعتبرت أنها تكشف بوضوح حالته المعرفية واستجاباته العاطفية. الخبيرة كاتيا الوزيل قالت في تقرير لصحيفة هيرالد سان إن بايدن كان يحاول إظهار النشاط والثقة، وبدأ أن تعابير وجهه المتحركة غير متماثلة ومفرطة بهدف طمأنة الجمهور بشأن صحته. وأشارت أيضاً إلى أن ابتساماته كانت تفتقر إلى الصدق مع امتدادها إلى فترة زمنية غير طبيعية لمحاولة التمويه الناتج عن التوتر والإجهاد بدلاً من التعبير العاطفي الحقيقي. كما كشفت عن تحولات كبيرة لدى بايدن خلال المقابلة، شملت انخفاضاً مفاجئاً في ابتسامته وتداخل شفتيه في إشارة إلى الحزن والميل إلى زيادة معدل رمش العين، وهو مؤشر على زيادة العبء المعرفي والضغط العاطفي.